السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل وهام، الحوثي يكشف موعد تشكيل الحكومة الجديدة وتصحيح القضاء، وإلى التفاصيل. أعلن قائد حركة أنصار الله الحوثيين السيد عبد الملك الحوثي عن الموعد المحدد لتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك في إطار التغييرات الجذرية والإصلاحات اللازمة لوضع مؤسسات الدولة. وقال الحوثي في خطاب له اليوم الأحد بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1446 في بداية هذا العام، وضمن مسؤولياتنا نعمل على تشكيل الحكومة والانطلاق لتصحيح القضاء، موضحا أن تشكيل الحكومة سيكون خلال الشهرين الأولين من العام الجديد، مفندا الأسباب التي عملت على تأخير تشكيل الحكومة. وأضاف السيد عبد الملك الحوثي أنه من بعد ذكرى المولد النبوي طرأت بعض من التغيرات، ومنها عملية طوفان الأقصى، فاتجهنا بأولويتنا للاهتمام بذلك في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. وأوضح السيد الحوثي أنه يجري التحضير المستمر للتغيير الحكومي، وكان العمل في عدة مسارات أساسية، منوها إلى أن المسارات أخذت وقتا طويلا، معلنا بالحديث عن تفاصيل كثيرة سيتم الحديث عنها مع إعلان الحكومة خلال شهر محرم وصفر. ولفت إلى أنه ضمن المسارات كان هناك مراجعة لهياكل ونظم الحكومة ووزاراتها ومؤسساتها، وتشخيص مكامن الخلل والتضخم والتداخل فيها، وكذلك استقبال الترشيحات والاقتراحات المتعلقة بمسألة التعيينات والمسؤولين والموظفين، إضافة إلى إعداد موجهات برنامج عمل الحكومة لضبط مسار عملها بعيدا عن الشتات، وبما يساعدها على تحديد أولوياتها. وبين السيد الحوثي أن تشكيل الحكومة تأخر لأن المسار يحتاج إلى عمل ومواكبة مستمرة، بما في ذلك السعي لتطهير مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن وضع الوزارات ومختلف الجهات الرسمية ملقم بالعناصر التي تعمل على الإفشال والإعاقة وإفساد الأمور. وأكد أنه تم مباشرة الإصلاحات اللازمة في القضاء، ويجري العمل لاستكمال إصلاح باقي قطاعات الدولة، مشددا على ضرورة التعاون الشعبي والتفهم لمتطلبات مسار التصحيح والتغيير، لأننا نعمل في ظروف معقدة. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.